بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين يا رب العالمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين الكرام يقول فيه: كيف أميز بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهل إذا قيل لي في المنام أنه رسول الله فهل تكون رؤيا صادقة؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. لو الإنسان رأى في المنام من يقول له هذا رسول الله أو أنا رسول الله، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الشيطان لا يأتي في صورة النبي الجسمانية، ما ينفعش الشيطان يأتي في صورة النبي. لو رأيت رؤية وحد قال لك في المنام هذا رسول الله، يبقى ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. في علامات، بعض الناس يقول لك إيه، أنا رأيت نور في المنام، شخص عليه هالة من نور وقيل لي هذا رسول الله، يبقى هو سيدنا النبي. رأيت أني أصلي والنبي يصلي إماما بي، هذا رسول الله. رأيت أنه يسلم علي صلى الله عليه وسلم، ده حضرة النبي. رأيت عمامته، رأيته بين أصحابه، كان النبي محفود محشود، يعني بيجلس كده بين أصحابه ويلتفون حوله صلى الله عليه وسلم. لو واحد مثلا قال لك رأيت رجل وضيء الوجه ولحيته كثة وواسع الصدر رحب الصدر، رأيت رائحة طيبة، شممت رائحة طيبة في المنام وقيل لي هذه رائحة رسول الله، يبقى هو سيدنا النبي. لأن الشيطان لا يتمثل في صورته أبدا. وكم من الأولياء ومن الصالحين رأوه صلى الله عليه وسلم فعلمهم ووعظهم وأدبهم ودلهم على خير يفعلوه. كتير من الناس الطيبين يرون هذه الرؤى الطيبة ويميزون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عندنا في صحيح البخاري في كتاب التعبير حديث قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. ليشوف النبي في المنام كأنه رآه في الحقيقة وفي اليقظة صلى الله عليه وسلم. وأوصاف النبي بقى كثيرة، يمكن أنا اتكلمت عنها قبل كده، ترجعوا لها في الحلقات اللي احنا تكلمنا فيها في مولد النبي عن أوصاف حسنه صلى الله عليه وسلم. وأقرب الطرق التي توصلك إلى رؤية النبي أن تنشغل بسيرته، تعيش مع سيرة النبي، تقرأ السيرة النبوية، وأن تكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لأن كثرة الصلاة والسلام على النبي بتجعل القلب متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومهر رؤية النبي هي الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ورؤية النبي دي هي يعني رجاء العاشقين ومأرب المحبين وأمنية طلاب الوصل بحضرته صلى الله عليه وسلم. ما من محب لرسول الله إلا ويتمنى أن يجمع الله روحه بروح رسول الله. فاللهم اجمعنا برسول الله دنيا وأخرى، يقظة ومناما، جسدا وروحا، حسا ومعنى، اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يجعلنا أهلا لرؤيته وأهلا لمجالسته ومحادثته ومخاطبته، ويجعلنا أهلا لورود الحوض عليه، اللهم أمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.